تواصل مملكه البحرين تسجيل انخفاضا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 31 حاله قائمه جديده. 13 حاله منها لعماله وافده و 18 حاله لمخالطين لحالات قائمه. في حين لم تسجل اي حالات قادمه من الخارج كما لم تسجل اي حاله وفاه خلال اليوم فيما أعلنت الوزارة تعافي 65 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 493 حالة